في البدايه عاوزين حضرتك تكلمنا اكتر عن امتى نعلم اطفالنا السباحه. طيب الاطفال يبداوا يتعلموا السباحه من اول سن شهرين لحد خلاص بعد كده بقى من اول شهرين لحد ما بيكبروا هو شي كان سويم او هي كان سويم من اول سن شهرين لحد 4 سنين بقى يبتدي ستارت السباحه العاديه. بس قبل كده بتبقى السباحه حديث الولاده سباحه مختلفه شويه، تكنيك مختلف شويه، الماتيريالز اللي احنا بنشتغل عليها بتبقى مختلفه عن السباحه العاديه شويه. بس يعني من اول شهرين وطالع بقى. من اول شهرين وطالع بالظبط كده. طيب هو يقال ان الطفل بيتولد عنده قدره على السباحه، فيا ترى ايه السبب؟ دي حقيقه. اللي بيحصل ان الطفل بيبقى في بطن مامته جوه محيط مائي، فلما بيخرج منه بننزل بقى البول بيبقى حاسس نفس الاحساس اللي هو فيه، ان هو لسه ستيل في نفس الجو او نفس المحيط المائي اللي هو كان حاسس بيه في الميه، لسه ستيل احساسه وادراكه بالميه موجود، مش منسي. اول لما بيكبر شويه بيبقى الادراك عنده بيزيد، فبتدي الملكه ديت او الاحساس بالميه بيبدا يقل معاه تدريجيا. بس طيب ايه اهميه تعليم السباحه للاطفال الرضع؟ يعني هل ليها اهميه معينه او ده بيفرق مثلا في النمو بتاعهم؟ طبعا ليه اهميه كبيره جدا. لو قعدت اتكلم هنا بكره في اهميه الموضوع هي كتير قوي، بس انا ممكن الخص دوت في كذا حاجه. اول حاجه بيبقى عمليه النمو بتبقى احسن، الطفل اللي بيتمرن احسن مش من الطفل اللي ما بيتمرنش. بيبدا الجهاز التنفسي يتحسن، بيبدا عضله القلب تبقى احسن، بيبدا جهاز المناعه بيتحسن، حاجات كتير قوي فيسيولوجيا بتتحسن في جسم الطفل، حاجات كتير بدنيه بتبتدي تتحسن في جسم الطفل من حيث البادي نفسه بيبقى اقوى، تحمله بيبقى اعلى، بيبتدي يحس اكتر بايده برجله بظهره الكلام ده كله، فيبتدي يبقى في عمليه بروسيس اسرع في النمو عن الطفل اللي هو بياكل وينام ما بيعملش اي مجهود ما بيعملش اي افورت، فبيبتدي يعوض ده عن طريق نوم كويس، عن طريق اكل كويس، عن طريق صحه بتبقى احسن. بس احنا اول ما بنسمع اللي هو سباحه للرضع بنتخض، بنحس اللي هو ده بيبي، يعني اي ام او اي اب بيحس ان هم هو معقول في بيبي لسه مثلا عنده شهرين زي ما بتقول بتبداوا من شهرين بينزل الميه وممكن يعوم لوحده، فدايما ده الواحد لما المامي تيجي تحمي البيبي تبقى ماسكاه كده ومحافظه عليه وخايفه ان هو يتزحلق منها. اوكي هي الفكره كلها طبعا الطفل بيبقى اغلى حاجه عند البيرنت، فبس الفكره كلها احنا بنتبع ويز معينه وتكنيك معين، السكول اللي احنا بنستخدمها او المدرسه اللي احنا متابعين ليها هي المدرسه الروسيه، الناس دي هي اكتر ناس تهتم بالبيبي عامه من ساعه ولادته لحد ما بيكبر. الموضوع مش متاخد في اتجاه ان هو يعوم او الكلام ده، اكتر ما في الاول بيبقى الموضوع تنميه مهارات الطفل، تنميه قدرات الطفل، تنميه الصحه عامه بالنسبه بشكل كبير ليه، يعني مش موضوع متاخد كهيوج زي ما الناس فاكره سباحه وجوه الميه والكلام ده كله، مش بس كده.